اليوم كصحفيين وإعلاميين إحنا يعني يعانون من التهديدات بسبب العمل، إجراءات الحصول على رخصة سلاح أو غيرها. شلون نقدر نحمي الصحفيين؟ نعم، إجازة الحيازة والحمل بالنسبة للسلاح الناري، الآن حنبلش على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، صار توجيه من السيد الوزير إنه مباشرة هاي شانل مهم. والشيء الآخر حي دائرتنا، ما يمر يوم إذا ما عدنا تجينا بعلاقاتنا مع الأخوة في النقابة، مع المؤسسات الإعلامية، جميع الأبواب مفتوحة، وكل الأخوة الإعلاميين بمجرد إنه يطلب إجازة حيازة وحمل للسلاح حتى يرسلونها بالواتساب للسهولة، حتى ما يوصلون وناخذ لهم موافقة السيد الوزير، إنه السيد الوزير الداخلية منطقة أولوية للفئات اللي موجودة بالمجتمع، وأولها الإعلاميين في إعطائهم هوية الحيازة والحمل. يعني إذا اليوم كوزارة أكو ترخيص بالنسبة إلى حمل السلاح بالنسبة للصحفيين. نعم. هناك ضوابط بالنسبة اللي مو كل صحفي طبعا يقدر يشيلها، هو المن بالضبط يعني كمراسلين يعني احنا أو صحفيين أو للأمانة مكتبين. شوفي هذا ضوابط يعني، لكن احنا للأمانة ننطي للجميع يعني. كان مصور مهم هو إعلامي، هي مو أولا احنا بطريقة ايضا هذا ضمن عملية يعني سلاح موجود صحيح، لكن بنصير عندك قاعدة بيانات كاملة كل الأسلحة، فبالتالي هذا سلاحي راح مو بس يستخدمه في حماية الشخصية، لكن ايضا انا عندي صار قاعدة بيانات عن الظرف الفارغ هذا، من يكون موجود في مكان ما اقدر اعرف مين كانت هذه الإطلاقة من أي سلاح، وهذا السلاح لمن تابع، لأن يعني عندنا قاعدة معلومات مرخصة بكل أرقام وبطريقة فنية، الأدلة الجنائية تعطيك التفاصيل كلها من اللي احنا نسميه الحترف أو دوران الإطلاقة يعني بالمسدس السلاح الناري، وبالتالي الظرف الفارغ ممكن يعطينا الدليل المباشر لمن هذا السلاح. هاي واحد. اثنين، هي دعوة أيضا، هل اليوم الوضع في العراق هو مثل قبل 4-5 سنوات؟ ترى التهديدات يعني أعتقد شبه منتهية. الإعلام في العراق أنا أعتقد قفز من سلطة رابعة إلى سلطة أولى، بل إنه الإعلام اليوم هو ممكن هو اللي يكون سلاح الموجه. مو بس هاي يعني، اليوم حتى أنا يعني المد الجماهيري، المد الإعلامي هو اللي وكثير منه إيجابي، هو اللي يحرك البوصلة بهذا الاتجاه. احنا نشوف من بعض الأحيان من يتم رصد فت حالة معينة من المواطنين، وتشوفين قوة رأي عام ضاغط باتجاه هاي الحالة، يعني انصروا هذا الموضوع، هذا هنالك عنف أسري لهذه القصة، هذه إطلاق النار، وتشوفين المواطن يتفاعل مع القوات الأمنية في بوصلة الاسترشاد إلى يعني تطبيق القانون على حالة معينة. إذا القانون اليوم فاعل، وما اعتقد اليوم اكو سياسي او اي صاحب سلطه يغامر حتى يكون ضد هذا التيار، ضد التيار الاعلامي الشعبي الاصيل في عمليات حل المشكلات او تسليط الضوء على بعض السلبيات.